السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم بفيديو جديد تحت عنوان جولة بساحة أمونيا أو منطقة أمونيا، منطقة عريقة، منطقة إلى اسم ممكن يرن بذاكرة كل واحد زار اليونان أو حتى مر مرور الكرام باليونان لغرض السفر إلى أوروبا. نحن الآن بساحة أمونيا، منطقة عريقة، دوار عريق. هذا الدوار من ما يقارب 11 سنة كان إذا الواحد يجي لهون يشم الروائح القذرة، يعني آسف بهالكلمة، لأنه كان منتشرين فيه متعاطين المخدرات بشكل فظيع. هلأ تغير هذا الشيء، طبعا الدوار كلياته حدثوه. هون في نافورة مي صورناها بحلقة سابقة، كانت كتير حلوة، ورغم هيك مثل ما شايفين عم بيعيدوا بناءها، يعني يمكن ما صار لسنتين أو ثلاث سنين ورغم هيك عم بيعيدوا بناءها. فهي ساحة أمونيا متطورة، ما هي ساحة أمونيا اللي كنتوا تعرفوها. وهي الساحة بتدمج بين الماضي والحاضر، يعني منشوف مباني مثل هذا الأوتيل، مبنى حديث جدا، وهداك المقابيله أوتيل حديث جدا، وبين المباني القديمة مثل ما شايفين هاد هندوس سنتر، ذكرته بحلقة سابقة. هاد هندوس سنتر اللي هو تاكس فري، مثل ما شايفين كاتبين هون تاكس فري، يعني إذا اشتريت أغراض من هون وانت طالع برا اليونان، لما تغادر اليونان بيرجعوا لك ضريبة القيمة المضافة. تعالوا نعمل ساحة، عفوا نعمل جولة بساحة أمونيا. خربطنا نبلش، كنت بدي أقول خلونا نعمل ساحة بجولة أمونيا بدل ما نعمل جولة بساحة أمونيا. تعالوا نبلش من هنيك، محتار من وين بدي بلش والله. تعالوا نبلش من هنيك أحسن شيء. شوفوا المطاعم، مطاعم حلوة وفخمة، والأسعار للأمانة مقبولة جدا، يعني بمتناول جميع الطبقات، يعني أغلى من المناطق العادية الشعبية جدا بشيء بسيط. هذا محل مشهور للحلويات، للمعجنات. هاي محطة المترو، اسم المحطة المترو طبعا على اسم المنطقة أمونيا، بتربط بين الخط الأخضر والأحمر. اللي كان باليونان وبيعرف المواصلات بيعرف عن شو عم بحكي. من الجدير بالذكر للوصول إلى ساحة أمونيا أو منطقة أمونيا، ممكن الواحد يوصل لهون بالمترو أو بالباص أو بالتاكسي. طبعا هذا أوتيل وفيه مطعم. حبيت أخذ هذا الطريق لأنه بدي أورجيكم شغلة كتير حلوة، بتذكركم بالأزقة الموجودة داخل الأسواق الشعبية بالبلدان العربية. شايفين المطاعم. هلأ بدي أدخل أنا من هون مثل ما شايفين، هاي بالسوري بنقول لها عبارة، بدي ادخل فيها. شوفوا هلا من وين رح نطلع، صرنا بسوق مغطى، يعني هو مو سوق، هو مطعم مثل ما شايفين، يعني مطاعم الموجودة هون جزء من السوق. شايفين كأنه صرنا بعالم تاني يا جماعة الخير. على فكرة مطعم السمك هاد مشهور جدا، عمره ما يقارب 30 سنة واسعاره بسيطة جدا، يعني ولقمته طيبة، 7-8 يورو وجبة، يعني بتشبع رجل. شايفين وين طلعنا؟ صرنا بشارع تاني، بعالم تاني. شايفين؟ بسكروا الغلق، يعني هاد الشيء موجود بسوريا وبعتقد موجود بمصر بجميع البلدان العربية يعني بشكل عام. تعالوا نرجع ناخذ جولتنا بساحة أمونيا. من الجدير بالذكر مثل هذا المحل باكستاني، الباكستان لهم حضور قوي هون والبنغلاديش. السلام عليكم. وعليكم السلام ابو بوي سيف الله. ابو بو ابو بوي سي باكستان باكستانوسي سي خمستو بوليف الليمو داسك الله. الباكستان والبنغلاديش لهم حضور قوي بهاي المنطقة وباليونان كلها طبعا، لكن شوي كتار هون في سوق للباكستان. شي يوم ان شاء الله باخذكم عليه جولة. هاي مشفى الصليب الاحمر هاد. تعالوا نكمل هون، شوفوا القهاوي الحلوة
في هديك القهوة، تعالوا بدي أخذكم أورجيكم الأسعار بهديك القهوة على الماشي يعني على السريع. هاي القهوة أو مطعم فينا نسميه كمان، مثل ما شايفين الأسعار يورو ونص يورو ونص يورو 40 سنت 2 يورو 2 يورو، يعني أسعار بسيطة جدا. خلونا نشوف مثلا عصير البرتقال، عصير برتقال فريش بيورو ونص، عصير ليمون فريش باثنين يورو، قهوة بيورو ونص وباثنين يورو، أسعار بسيطة جدا يعني أسعار رخيصة بمتناول الجميع. يعني واحد يورو ما بجيبوا مصاصة إذا الواحد يشتريها ماركة. تعالوا نكمل جولتنا، شوفوا هالسوق المغطى، نص مغطى نص مغطى عفوا. محل ساعات، الله يطعمنا هيك شي ساعة رولكس شغلة يعني 50,000 دولار مو كتير. هاي اوتيلات، هاي ساحة امونيا مرة اخرى، وهاي الاوتيل اللي صورناه من هديك الجهة ما شاء الله. الكاميرا يلا جايبيته. هي للامانة هاي الساحة بتدمج يعني بين الماضي وبين الحاضر، بين الحداثة والتطور وبين التراث اليوناني أو الإغريقي القديم. هاي محل ساعات كاسيو، تعالوا نروح لهنيك. هذا محل لعب القمار، هاي محل ساعات كاسيو، هاي محطة تانية للمترو، نفس المحطة يعني بس مدخل تاني عفوا. شوفوا هاي الأكشاك، حلوة هاي الأكشاك أنا بحبها. هاي في واحد كشك هون، في كشك هنيك، يعني الواحد إذا بده يشتري له شغلة على الماشي ما في داعي يفوت على المحل ويصف على الدور، بياخد السلعة وبيعطيه المصاري وبيضل مكمل. بياعين الجرايد، في بساطة بالحياة هون. صحيح مثلا مثل هاي البسطة بدها رخصة، مو إنه أي واحد فيه يجي والله يفتح هيك بالشارع، لا بدها رخصة طبعا، بس يعني الحياة بسيطة بتضلها، والرخصة ممكن يعطوها بشروط بسيطة كمان. هاي شرطة البلدية، على فكرة باليونان غير دول أوروبا في شرطة عادية وفي شرطة للبلدية وفي شرطة مرور كمان. هذا محل فينيتي، محل معجنات وقهوة مشهور جدا. تعالوا نشوف عجقة كتير يا جماعة الخير، عجقة كتير عجقة كتير، صوركم هيك على الماشي، ريحة بتشهي، شبعت شبعت. هاي باص السياح، هذا الباص بياخد من مدينة أثينا على مدينة بيريوس، بيعملكم جولة داخل مدينة أثينا ومدينة بيريوس. للأمانة ركبته حلوة. وهي كمان مدخل لمحطة المترو ما شاء الله، صاروا يمكن 3-4 مداخل. جميع محلات إرسال أو استقبال العملة موجودين هون، مثل ريا، ماني جرام، وستر يونيون. ما عم نعمل لهم دعاية طبعا، لكن من الجدير بالذكر. تعالوا نقطع على الطرف الثاني من الطريق. على فكرة مثل ما شايفين هون في هاي الإعلان، السينما باليونان يعني تعتبر من أصل الحضارة اليونانية. الشعب اليوناني من الشعوب اللي هن من رواد دور السينما، سواء يعني كان أعمارهم صغيرة ولا كبيرة. يمكن تلاقي بالسينما شاب عمره 20 سنة، وتلاقي رجل عمره 50 سنة أو امرأة عمرها 50 سنة. لفت انتباهي شغلة وأنا ماشي، رح أذكرها على الماشي. طلعت على القافية، الله يعطيكم العافية. هدلول جماعة شهود يهوى مثل ما شايفين، gw.org إلهم انتشار كتير قوي باليونان، كتير كتير كبير جدا. هاي محل البالي، كمان محلات البالي موجودين بشكل كتير كبير باليونان. هاي محل قهوة ماركا كافي بري، من المحلات المشهورة جدا. هلأ هون في محل بدي أورجيكم إياه، رح تتفاجئوا بعض الشيء بهذا المحل. هذا المحل اللي على الزاوية، هذا محل لبيع السلاح مثل ما شايفين، سجنومي، مسدسات، كلاشينات. طبعا اكيد الواحد لازم يكون معه رخصة وفي اوراق قانونية، لكن هذا محل لبيع السلاح. الله لا يحيجنا ولا يحيجكم له يا رب. هاي ساحة امونيا،
مثل ما شايفين. النافورة مو شغالة مثل ما قلنا لأنه عم بيصلحوا، شايفين الشاحنة هنيك عم بيصلحوا مثل ما عرضنا ببداية الفيديو، بس للأمانة يعني متغيرة كتير. اللي اجى 11 سنة لهون ما بقول هاي ساحة أمونيا اللي كان فيها، فرق شاسع للأمانة. وكل مالهم عم بيحدثوا فيها مثل ما شفنا عم بيصلحوا هنيك، كل مالهم عم بيحدثوا. هاي شارع أكاديميوس، خلونا نقطع الشارع نقلب على الجهة الثانية. واخيرا فتحت الاشاره، في عجقه عالم للامانه يا جماعه الخير، في عجقه عالم هون. ابصر شو عاملين كمان، اجتماع ولا مؤتمر. هاي القائد اللي عم يحكي فيهم، لا تقولوا لي يا جماعه الخير شو عم يحكي، لانه والله لغتي اليونانيه يعني على قدها. تعال نشوف هالقهاوي الحلوه، هالمطاعم الحلوه، تخجلونا بموضوع اللغه. هاي السندويشه اسمها أمونيا مثل ما شايفين، هاي أو هاي الوجبة اسمها أمونيا على اسم المنطقة. كباب، تشيكن، يعني في أشكال ألوان، حتى في سمك. هاي صيدلية باليوناني، صيدلية يعني فارماكيو. بلد حلوة للأمانة يا جماعة الخير، الحياة فيها صعبة نوعا ما، مشان ما تقولوا عم رغبكم فيها. الحياة فيها صعبة نوعا ما، البداية شاقة جدا، لكن بلد حلوة للأمانة. يعني الكشوكة، الكشك، هذا الكشك اسمه بيريبترو باليوناني. تعالوا نروح لهنيك على نهاية الساحة مشان ننهي حلقتنا من اليوم، طولنا بالفيديو صراحة. شوفوا لي على هالمنظر، والله منظر حلو للأمانة، منظر حلو. هاي الكشوك بتبيع شناتي، طواقي، يعني هيك أثريات صغيرة إذا الواحد بده ياخد ذكرى معه من اليونان. هيك مثل سوريا، مثل البلاد العربية، في بساطة بالحياة. وهاي محطة مترو كمان، كان هاي المحطة رقم 4 ولا 5 لنفس المكان. هذا المحل الفروج من أشهر المحلات الموجودة بأثينا كلياتها. تعالوا نشوف الفروج عنده. ياسو بوسو تو سكوماتي اكسي برو، أنا بشتري من هون بالعادة. تيكانيس لك لا، انا بعرف يعني الاخت الكريمه هون كلا خبستومه كانوا فيديو يا كوزموس ناذي سكسنك نوبي فيكسيرو الى نيكابولي. اللي بده يفهم يوناني هلا بده يضحك علي، انه انا قلت له انا ما بحكي يوناني منيح، فاتت فيني بالحكي. شوفوا لي هاي الشجره، والله حلوه، عاط هي موديل بجنن للمكان. طبعا من الجدير بالذكر اذا قلبنا شارع، يعني اذا فتنا من هنيك على اليسار، رح ندخل للعالم الخفي والاسود الموجود باليونان. اذا رغبتوا تشوفوا هالشي اكتبوا لي بالتعليقات رجاء، لانه في شغلات ممكن اعرضها، ممكن تكونوا مهتمين انه تعرفوها. انا عم اظهر يعني الشغلات الحلوة قبل الشغلات السيئة. اذا مهتمين تعرفوا الشغلات السيئة الموجودة باليونان، أو تشوفوا المناطق السيئة أو المناطق المظلمة خلينا نسميها الموجودة باليونان، اكتبوا لي بالتعليقات وراح أعمل فيديو وورجيكم شغلات ما بتخطر على بالكم صراحة. هلا أنا بورجيكم الجزء الحلو. هاي هندوس سنتر اللي حكينا عنه قبل، تاكسي فري. ومن هنيك بلشنا حلقتنا لليوم. هاي كانت نهاية حلقتنا لليوم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.